حول استخدام الطائرات من دون طيار لقتل الأمريكيين خارج الولايات المتحدة. وافقت محكمة استئناف نيويورك بنشر وثيقة سرية صادرة من وزارة العدل استندت إليها الإدارة الأمريكية بشن هذه الغارات التي أدت إحداها إلى مقتل أحد أنصار تنظيم القاعدة في اليمن أنور العولقي في 2011. ورغم معارضة إدارة الرئيس باراك أوباما بنشر هذه الوثيقة إلا أنها لم تقدم الطعن على حكم المحكمة الذي صدر في أواخر شهر مايو الماضي وأدى إلى نشر الوثيقة أمس الاثنين. وكانت كل من صحيفة نيويورك تايمز والاتحاد الأمريكي للحريات المدنية تقدمتا بطلب إلى المحكمة بنشرها بموجب قانون حرية الصحافة، إضافة إلى أهمية الموضوع الذي يطرح صلاحية قتل المواطنين الأمريكيين من دون تقديم أدلة أو المعايير القضائية التي يستند إليها أصحاب القرار. وجاء في الوثيقة المؤرخة في 16 من يوليو 2010 أن هذه الغارات التي تشنها الطائرات من دون طيار التي تستهدف مواطنين أمريكيين مثل العولقي هي قانونية لأن القبض عليهم غير ممكن، مشيرة إلى أن كون العولقي مواطنا أمريكيا لا يقلل من خطورته على المصالح الأمريكية، وتصفيته أمر يتفق مع القانون الدولي. وقتل في هذه الهجمات التي شنتها الطائرات الأمريكية من دون طيار 3 أمريكيين على الأقل، منهم العولقي وأحد أعضاء تنظيم القاعدة سمير خان في سبتمبر 2011 ونجل العولقي في أكتوبر 2011. جمانة خوجة، العربية. شرع